مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كل شيء على خير وبخير. سبحان الله، فيما كان بغي ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو تكون مروحة. شيء طبيعي، انا مسافرة والكل تعرف، لان الكل كل شيء متابع. لطيفة فينا هي ياك ما محبوسة ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر، ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي من النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هذه المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي دابا. انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم. لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي، بنتي الماس. نهار اللي تزات الماس انتوما كتهضروا، ونهار اللي تزات الماس ما خليتوش حتى حد بنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرق لها بيض، ها اللي على الزعره، زعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه الصداع مالي، وكانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن تزات مع انسان زعر وكيعرفوه، كيعرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا بيه، من حقه الا ما بغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعره وهي بيضة؟ يعني شنو هاد الافكار؟ شنو هاد الشيء هذا؟ اش درت لكم؟ على فكره كنتكلم على الناس اللي كتأذي، ما تنتكلمش على الناس. وكنشكر الناس اللي اتصلوا بيا، وكنشكر الصحفيين اللي اتصلوا بيا، وتنشكر الناس اللي كلهم تيقول لها لطيفه لطيفه ما ديهاش في هذا الشيء. ولكن هذه المره شويه زاد، يعني زاد الشيء على حده. وبالاخص انني حتى ناخذ بنتي، انا ماشي سافرت لبنتي على فكره، عاوتاني انا ما سافرتش بنتي نوال، انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمه ومؤمنه بالله، وكنامن بالرسول عليه الصلاه والسلام وكتابه المنزل بالله سبحانه وتعالى. فانا سافرت لان بنتي عندها عطله فقط، وما سافرتش بها من نهار اللي مرضت للوالده، والان راها مريضه للوالده. ولكن البنيه خاصها تسافر، وباها بغى يسافر سي نورمال، خصني نسافر مع عائلتي. اشنو كيقولوا؟ لطيفه هربات، واش ما عندناش قانون في البلاد باش نهرب؟ علاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفه هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات؟ ما كاينش بوليس في الديوانه، ما كاينش حتى حاجه، يعني تخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هاد البلاد، يعني عادي عندكم. انني انا هاربه، منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب وعلاش غنهرب. هادو اللي تتكتبوا اللي كتبوا في التعاليق، خلاص وصل بعض الاخوان او بعض الناس، ما خصنيش نقول من اخوان، السب والقذف وكلمات نابيه جدا. ما فكرتوش هاد البنيه اللي راه ناعسه دابا مسكينه؟ ما فكرتوش مستقبلا شنو غتشوف على امها؟ نهار اللي تزادت خرجت وحدها بيض، ها سرقت البيض، ها سرقت، طلع عليها واحد مشترجم. ما هضرتش في هذا الموضوع، قلت انا كبيره من هذا الشيء، واحد نقز لها مشترجم وجا وفتحها وحيد البيض وجابوا لي. شنو هاد الخرافات؟ شنو هاد البنت باها ولا كل شيء تيقولوا في با؟ فين عمركم عرفتوا راجلي باش انا الان هذا نقول له نوض نوض تبان؟ فين عمركم عرفتوا راجل لطيفات الا واحد رحمه الله سي حميد العلوي، وكان ممكن ما يتعرفش لو ما كانش مدير اعمالي، لان كان مدير اعمالي كان يمكن هو معروف اكثر مني. انا بديت صغيره ما كنتش معروفه، مي هو كان معروف عليا لانه كان مدير اعمال ديال الاخت تمام قدادي، رجاء منيح الله يرحمها، مجد عبد الوهاب، كان يعني مدير اعمال ديال بزاف ديال الناس، وهذاك الشيء كان معروف. انا اللي ما كنتش معروفه هو عرفني. انا بنتي ذاك الكويس ديال كنشرب الزعتر وفلي ولا لا هذاك، لان مروحه. أو تاني هذا أتاي ماشي شراب، هذا أتاي، لأن هاد الشيء اللي ولينا فيه حنا في المغرب ولا خايب بزاف. هذا أتاي، أتاي فيه الحامض والعسل والسكينجبير، جابوه لي باش شوية لأن حلقي وصدري وراسي عيت بلي زونتيبيوتيك، كيما كنقولو مشكيت عليكم. واحد تيقولو لطيفة تزوجت 6 زويجات، بغيت نعرف شمن فوقاش حضروا؟ واش حضروا ليا في العشاء ولا في الغداء ولا وقت اللي كنت كنكتب لي كاغيط مع هاد الناس؟ كنقولوا كاغيط درب الصداق، فوقاش واش حضرتوا معايا؟ لطيفه تزوجات 6 زويجات، انا غنبقى نجاوب اي واحد، راه كلشي كيوصلني انا ما كندخلش، لكن الناس كيصيفطوا لي الله يكثر خيرهم.
واحد بعدا قال كلمه ما نقدرش نقولها عليكم، نقولها لكم، سبني بسب نابي. علاش هادشي؟ عاد نجيكم الموضوع اللي نتوما فيه الان خايضين. علاش هادو؟ انا ما عمري بغيت نهضر، دابا غنهضر. بنتي ما كنبينهاش من حقي، ما تبانش، هي قربت تبارك الله، بدات تكبرت، بغيت تبين راسها، الله يعاونها. لكن انا ما ولتهاش باش ندير بها اشهار، ما ولت ما ماشي من حقي، ماشي من حقي نشهرها. غدا بغدا تكبر تقول لي انا بغيت كاع نتعرف، علاش عرفتيني كاع من الحياه هذه باش انا نتشهر؟ انا ما كان انا كنخرج كيشوفوني الناس. نهار اللي تكبر كاين باها، كاينه هي، كاين خوتها، عندها خوتها، الا بغاو يبينوها يبينوها. دابا ما مشي من حقهم، مي غتكبر تبين. علاش البنت من هيك من كنحطها كنحطها علاش؟ ويلي شعرها زعر، ماشي بنتها. شحال من واحد، انا خويا الله يرحمه جواد، تشوفوا بنته غيتا تشوفوه هو. انا بنتي راه ماشي كتشبه باها، بنتي راه بزاف، وكتعرفوها بعض الناس راه كيعرفوا باها مزيان، انسان معروف، ماشي انسان ماشي معروف. وانا كنحترمها، اي انسان ما بغاش يبان من حقه. انا قالك ما تزوجتش او ولدت معاك باش بنتي تشهر، هذه نقطه واحده، هذه غنسالي غنسد عليها. النقطه الثانيه، هاد البلبله اللي نايضه على هاد البارون المخدرات، عيطوا لي بعض الصحفيين، عيطوا لي بعض الاخوه، قال لك لا من الاحسن تجلس تعاودنا. انا ماشي من حقي نعاود، وماشي من حقي نعرف، نعرف الناس كنا مع الزيجان ديالي وما تزوجتوش ثلاثه المرات. اوكي ثلاثه المرات، واحد الله يرحمه مات وزوج بقي في الحياه، ولو انني ماشي من حقي وماشي من حقكم تعرفوا حياتي. وبعض الناس اللي كيحبوني وكيحترموني غيبقى فيهم الحال اليوم يقول لك علاش نزلتي لهذا المستوى. لكن نزلت لهذا المستوى باش هذوك اللي نازل تحت مني يطلعوا شويه مستوى. هنا بزاف هادشي بزاف. انا هاد المالي باش نرد على واحد المقال عاد تصيفطوه لي دابا شي وحده، هل لطيف رأفت كتعلم بانه كيدير مخدرات؟ غنجاوبكم وغنجاوب هاد صحيفه ولا صحيفه ولا موقع ولا ما عرفت شنو. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون وعنده فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يتقف وحده يلا عرفته ربع شهور ويقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا ما محتاجاش لبارون مخدرات. خليوني نبقى باغيه بلادي اللي هزات لي وعطاتني اسم كبير، خليوني نبقى جمهوري المغربي اللي انا مفتخره به، خليوني نبقى نبقى باغا بلادي انا وبنتي. خليو بنتي ما تكرهش بلادي، سواء بقيت في حياة او كبرت وجلست في الركنه، خليو بنتي تبغي ناسها وتبغي اصلها وبلادها. انا بهذا الشيء وليت تنقول شنو درت في بلادي؟ الوقت اللي كانوا الاخوات كلهم كيسافروا تيهاجروا ويغنيو برا ويغنيو في الخليج ويغنيو في مصر، لطيفه ما بغاتش. لطيفه تنقول لا ما نبيعش بلادي وما نمشيش وما ناخذش اسم اخر من غير لطيفه، باش نهار اللي يسمعوني يقول هذه لطيفه رأفت، ماشي اسم اخر. للاسف اسمي رأفت حق، ما عندي ما ندير، حنا كنيتنا رأفت اسم شرقي. اكيد كلشي كيتسنى واقع هذا البارون. انا هاد السيد ولا ماشي من حق تحت يعرف، مي انا غنقولها، هاد السيد دخل من باب الواسعه وبغيت زوج لطيفة، معرفة بالضبط 15 يوم وطلب الزواج، وهاد 15 يوم عرفتو بأنه رجل أعمال من أفريقيا اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش أنه يستثمر، وعرفتو بشركات وعرفتو عنده أموال وعنده ماشي عنده مخدرات، عرفتو كأي وحده غتعرف انسان عنده، ما غتزوج شي واحد نخدم عليه من جراني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال، مشيت معاه في الحلال، راجلي على سنة الله ورسوله. كان يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجه بستة ديال الرجال ولا كتار وهذا، وقيلت هما حضروا فيه يقولوا لكم كيفاش كنضرب الصداق، بويسكو تيقولوا لطيفه شبعت زواجات وستة زواجات وكي ويلا يقولوا لنا هذا العرس ديالي مع هذا السيد او ضرب الصداق ديال هذا السيد شنو كنت لابسه وشنو كان لابس هو، هذا ديال انسولين ديالي يا بنتي، ها راه الله يرضي عليك.
والله العظيم غير الحمد لله معايا عاطفة الوالدين ورضاة الوالدين ومحبة الناس ودعاوي الناس معاه مع السكر وهذا الشيء الله يحفظه صافي. خلينا غير ربي هاد البنيته على بسلام، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم معز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد، ولا عمري هدرت في شي حد، ولا عمري نوريكم حتى نسوني في كنضربها للاسف، والله ما نستاهل بالله. ماشي بس حيت مريضه، راه كلشي مريض، الله يشافي الجميع. ما نساهاش على الحب اللي عطيت لبلادي، واللي كان اللي كنكنوا لولاد بلادي بالاخص. يجي شي واحد يقول لي، حتى اللي عداوني وغادوني غير هكاك، عداوني غراتويتمون، والله لا للاسف كنشوف اللي عداوني ولي كنت كنبغيهم وكنحبهم وكنقدرهم، هما اللي ما فهمتهمش علاش عداوني. جو سي با، ما نعرفش، انا ما نقدرش نعرف اي واحد جا وعداني وهضر فيا، ما نعرفش، لان ما نقدرش، ماشي مسؤول على ودنو اشنو سمع. الوغ هاد السيد جا لباب واسعه، تزوجت بيه وكان وشتو، شفتو مع ناس ومع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش تطيح لي في بالي ان واحد يجي تبيع مخدرات او كيف، انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، اش بابا قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش معايا. يعني زواج على سنة الله ورسوله، طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات ابدا. واش هذا الشيء صح نيت؟ اولا خصكم تعرفوه، كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، زواج مختلط، تيكون واحد لونكيت، لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه؟ هل السيد ما عنده والو؟ السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه، قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر. ماذا بيا يستثمر في بلادي؟ ماذا بيا يخدم الناس؟ ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي، انا داري اللي كسبت، هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحجم مع الناس، بنيتها في 2005. وهذا السيد عرفته في 2000 في الاواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي، من حقه كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي وعندي، خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي، عرفت بان ما يمكن ليش، فقط ما يمكن ليش، كان هناك غموض، خصني نعرف بزاف الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق شقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قال عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه، طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي لو كنت عرفتو بارون وعنده هادشي، وغنقول لك انا لو كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا، انا مش منو، انا كندوي مش منو غير الخير. مش راجل كازمال كيامر تزوجات، ما صدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط، يعني ها الشركات ها كلشي، مي كل مره كنسالو على بزاف الحوايج، انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك، دار داري، والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها و تيقولوا خلالها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرق الوطني، عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا، ما نخليهاليش انا. ولو كون عرفتو بارون، نكون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعلكش مشاكل، ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضات الوالدين، محبه الجمهور، ومستوره والحمد لله مستوره، حسبوها كيما بغيتو. انا واحد ما مشيت مع واحد الناس، واحد الفيرما في الغرب، ماشي ديالي راه فيها جوج كتارات ونص كدا كدا، تسماو البنان كله اللي في الغرب ديالي. مشيت مع واحد الناس وما عرفوش اشنو عندي، واش هذيك الفيرما، قال لي وي كنعرفها، واش هذيك اللي عندك فيها 30 قطار ديال لافوكا؟ علاش هادشي كله؟ علاش؟ حاجة واحدة، كتستهونوا بزاف بالأمن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف بالفرقة الوطنية، هل يعقل هاد الأسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع يخلوني أنا استأنيو فقط لا تفرقفت؟ شكون هاد لا تفرقفت؟ عطيت البلادية الحمد لله، ومازال إلا باقي فيها شي صحة نعطي.
والله انا بغنى حتى شويه غير انت باش تشوفني كنغني، ومن بعد بسلامه.